طيب دكتور ميشيل، في كتير أمور استعرضتها اليوم وقلت لنا فيها وراثة. نعم طيب شو بيعمل الإنسان اللي بيبقى عارف هذا؟ هيك السؤال نعم الأخير، إنه هو عنده مشكلة أو الأهل عندهم مشكلة أو وما بده يورثها للأولاد، لأولاده، يعني هيدا إبسو فاكتو بده يورثه الإنسان، ولا في عوامل بتحفز هيدا نعم الشيء؟ اول شيء هي منا جين واحد، يعني مش انه مثلا مثل لون العيون، بعدين اذا شخص عيونه زرق مش كل ولاده بيطلع عيونهم زرق، مظبوط. بعدين منا هي جين واحد، يعني يا موجود يا مش موجود، عادة بتبقى في كذا جين لهم علاقة، والعامل الوراثي لحاله بس بيعمل استعداد، منه اوكي كافي لحتى يسبب الاضطراب، مش كل شخص عنده جينيا استعداد اوتوماتيكلي صار عنده اضطراب، اكثريه اوكي الاشخاص اصلا ما عندهم اضطراب، اوكي بده يكون في عندك كمان طريقه تفكير، يعني عامل بسيكولوجي نفسي على حسب التربيه هي اللي اوكي بتخلي الانسان يصير يفكر بطريقه اذا بدك غلط، يعني الشخص اللي عنده قلق بفكر انه هو بحاله معينه بخطر، هيدا منطق غير منطقي، بقى لازم يتصلح بالعلاج النفسي اذا صار، وكمان بدك حاله يعني بدك الوضع البيئي، الوضع يكون بيساعده أكيد، لهذا يعني صار الموضوع. معه شي مشكلة بحد ذاتها بيبينوا العوارض. شكرا لك دكتور. مرسي كريم. مشاهدينا